سنتين ونص شكلت هذا الفريق النخبة يلي بنطلع نتدرب على أماكن الدمار وأماكن القصف. هذا الفريق تواصل معي عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي عن طريق الانترنت. شكلنا هذا الفريق وباشرنا في هي الرياضة على هدول المباني لأن نحن ما عندنا صالات باركور في سوريا. فنجي نحن هون نتدرب هاي الرياضة ومنروح عن نفسنا ومنساعد بعضنا ومنرجع مثل ما بقولوا مننهض من جديد لأني من ولا شيء عم نصنع شيء في هاي البلد. أنا هاي اللعبة حبيتها لأني فيها مغامرة. أنا صار لي 6 سنين بلعب بهاي اللعبة لأني أخوي بيدرب فيها ونطلع على الأماكن المخربة نط من بناي لبناي. وهي الأماكن المخربة نلعب فيها باركور والمباني عنا كلها مخربة. شفت هاي الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي وتواصلت مع الكابتن أحمد سواس، صرت أطلع معهم على الأماكن المدمرة. فيها المغامرة وأنا بحب المغامرة، اللعبة فيها مغامرة وفيها صح إنه فيها حركات خطيرة وفيها جروحة وفيها كتير خطيرة، بس الحمد لله رب العالمين وصلنا لهالمستوى وحلمي إني أكون أفضل لاعب باركور هون في سوريا.